ساعة ما بدأنا المعهد لغاية النهاردة، فاحنا طبعا ايه المحاضرات كلها تتعلق بفروع القانون، وكلها محاضرات متعددة تكاد تكون ان احنا لمينا معظم اللي هي مهنة المحاماة او موضوعات اللي احنا هنشتغل فيها في مهنة المحاماة. اتكلمنا في القانون، واتكلمنا في واقع، واتكلمنا الحديث معظمه كله يتعلق بنقل واقع حي لواقع معينة يحكمها قانون معين، سواء قانون إجراءات أو قانون مرافعات، أسرة، تحكيم دولي، إداري، جرائم اللي احنا اللي بالنسبة للأسرة. احنا اعتقد ان الأسرة احنا يعني ايه خدنا فيها وقت كويس قوي، وخدنا فيها محاضرات كويسه قوي. دكتور احمد موافي طبعا اكتر واحد حضر، اكتر دكتور حضر في المعهد في هنا في الاربع والسبت، فاحنا المفروض بقى خدنا منه جرعه قانونيه موضوعيه. اتكلمت الاسره كويس قوي، ومش اتكلم باستفاضه وفي كل الفروع، واتكلم يعني اخر حاجه يمكن كان عندكم قبل كده في المحاضره السبت اللي فات كان في القاهره الكبرى. احنا بقى كل اللي احنا عملناه ده، كل اللي احنا حصلناه ده، كل اللي احنا عشناه ده، كل اللي احنا قعدنا وسمعنا من محاضرين متخصصين، ومحاضرين متخصصين لما بقول الكلمه انا عارف معناها. فيعني هل بقى الفترة اللي فاتت دي احنا المفروض تغيرنا في كل حاجة؟ بقى عندنا معلومات تتعلق بوقائع متعددة لدعاوى متعددة سواء مدنية او شرعية او بنائية او ادارية. دلوقتي بقينا احنا عارفين الوقائع دي، الواقعة دي نتعامل معاها ازاي، نطبق على القانون ازاي، المحكمة المختصة بنظر الدعوة هتبقى ازاي، لان حضرتك اللي هتحدد الدعوة هترفعها في المحكمة الجزئية في المدني، ولا هترفعها في المحكمة الكلية في المدني الكلي، ولا هترفعها في الأسرة، ولا هترفعها في الإداري، ولا هترفعها في كل ده انت اللي بتحدد نوعية الدعوة، وبالتالي بتحدد المحكمة المختصة اللي انت هترفع فيها الدعوة. ده عشان يبقى احنا بادئين صح، عشان يبقى احنا، ما انت ممكن يجي لك قضية يا استاذة اللي بتعبي في الموبايل، ممكن يجي لحضرتك قضية، سامعاني زي ما انا شايفك، ممكن يجي لحضرتك قضية والموكل يجيب لك القضية ويقول لك ادي الورق بتاعي وادي المستندات بتاعتي، وعايز حضرتك ويتفق معاكي وتتفق على اتعاب ويعمل لك توكيل ويقول لك بقى اتفضلي. هو بقى الموكل دوره بينتهي عند ان هو يبتدي يتعامل مع المحامي وبيديه ويسلم له الدعوه اللي عنده ايا كانت، والمحامي بقى هو اللي بيحدد نوعيه الدعوه ايه؟ هتمشي فين؟ هوديها محكمه ايه؟ هوديها جزئي ولا كلي؟ هوديها اداري ولا هوديها ايه؟ ده كله بقى حضرتك اللي بتحدده، وده من اخطر ما يكون. لان الدعوه ممكن ترفع دعوه وتدفع رسوم وتجهز ورقك وتيجي من اول جلسه المحكمه تقول لك عدم قبول الدعوه، عدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوه. شوف عملت قد ايه، وقعدت تقرا وقعدت تكتب في الدعوه ودفعت رسوم وخدت اتعاب، والمحكمه نظرت الدعوه واجلتها 3 4 تاجيلات، وجت في الاخر حجزت الحكم وقالت عدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوه. هتروح فين تاني ان شاء الله؟ تروح فين؟ هترجع تاني تبحث من جديد وتقول اودي الدعوه دي فين؟ لا ده اختصاص المفروض ما كنتش ارفعها مدني كلي، ده المفروض كنت ارفعها دي دعوة في المحكمة المدنية المختصة،
لأن الدعوة دي دعوة عقارية بتستثنى من النصاب. يبقى إذا أنا رفعت غلط، يبقى أرجع. لو إحنا عارفين بقى إن إيه الدعوة، نصاب الدعوة في المحكمة الجزئية إيه، وعارفين يا أستاذ، وعارفين نصاب الدعوة في المحكمة الابتدائية إيه، وفي استثناء من النصاب ده بالرغم من إن القيمة بتاعتها 7-8 مليون ولازم تترفع في المحكمة الجزئية. أنا بقى عشان أنا مش قاري، وعشان أنا قعدت في المعهد دماغي مش في اللي بيدور في المعهد، فأنا ما عرفتش، فأنا رفعت الدعوة غلط، فأنا بدل ما أرفعها في المحكمة الجزئية رفعتها في المحكمة الكلية، وده مخالف للقانون. ترجع تاني تعيد من جديد وتبدأ تاني إجراءات وتبدأ ترفع دعوة، والموكل بقى يجي يقول لك يا أستاذ ده إيه اللي تم، وده عدم اختصاص. أمال أنت حضرتك بقى هيبقى منظرك إيه قدام المحامي بقى؟ إذا كنت أنت ما أنتش عارف الجهة أو المحكمة المختصة بنظر الدعوة اللي المفروض أنت ترفعها. هلا ما هي دعوة صحت ونفذ دي، ده دعوة عقارية وبترفع في محكمة موطن العقار واختصاص المحكمة الجزئية. أيا كان النصاب بتاعها بقى، غير النصاب اللي محدد التاني في المدني الجزئي. أنتوا عارفينه كام؟ المحكمة الجزئية النصاب بتاعها كام؟ كام يا باشا؟ برافو عليك. ما فيش انتوا هنا طبعا، عندكم 60 ولا حاجة. طيب لما احنا نبدأ، يبقى أنت لازم قبل ما تبدأ ألف به محاماة تعرف ده اللي أنت هتشتغل عليه مدى حياتك. الاختصاص القانوني للمحكمة اللي هي هتنظر الدعوة، وتبقى الدعوة دي من اختصاص المحكمة. الدعوة دي من اختصاص المحكمة. ممكن محامي يرفعها في محكمة القضاء الإداري، هو أرى يقول لك لا ده دي قضاء إداري وأصلي دي في جهة يبقى إيه؟ لا، وتيجي محكمة القضاء الإداري تدي عدم اختصاص. فلازم نفهم كويس أوي الاختصاص. طب ما احنا عندنا دعوة صحة توقيع. دعوة صحة التوقيع دي يا أستاذ دعوة إيه؟ يا أستاذ استنى. ها؟ دعوة إيه؟ اسمها دعوة إيه؟ ما هي مدنية أصلا. دعوة إيه؟ قول. طيب ماشي. طب ده اختصاصها إيه؟ كلام صح ماشي. طيب ده احنا اللي قلناه ده كله ولا في جانب نتيجه خالص؟ احنا هو انت عادل. طب بقول لك ايه، ما احنا الاكاديميه حكايه السنه الجايه سنتين على فكره. الاكاديميه هتبدا السنه الجايه 2020 ومدتها سنتين. طب ما كده بقى في كتير هيروح الاكاديميه بالطريقه دي. ماشي. طيب احنا برضو اتكلمنا في احنا دلوقتي بنتكلم في اختصاص المحكمه. طيب المحكمه المدنيه اللي احنا عارفينها، نصاب المحكمه زي ما الاستاذ قال المحكمه المدنيه الجزئي 40,000 جنيه. الاختصاص فيه استثناء ان المحكمه ما تقيدش بالنصاب اللي هي المحكمه الدعوه صحت ونفاذ مهما كانت قيمتها، فدي اختصاص المحكمه الجزئيه الواقعه في موطن العقار. والدعوة صحة توقيع عرفنا دعوة تحفظية على التوقيع، على التوقيع. طب أنا برضه هسأل حاجة، عايز أسأل برضه أو نتكلم مع بعض. الدعوة صحة التوقيع دي دعوة تحفظية على إيه؟ يا خب يعني هو أنا عارف إن أنتوا مفيش يا عم اصبر خلينا بقى احنا شوية كده. هم دول بقى مش هيشتغل ولا إيه؟ الدعوة التحفظية دي تحفظية عليه بقى؟ الفرق بين دعوة صحة التوقيع ودعوة صحة ونفاذ، إيه الفرق؟ بالراحة، قوم يا أستاذ اتفضل. لا اللي يقول وراك. صحة التوقيع. تمام. دون النظر في الملكية، ودون بحث في الملكية. برافو عليك.
دعوة صحة التوقيع تتعلق بصحة التوقيع البايع على العقد، توقيع بس. ولذلك لما بيجي دعوة صحة توقيع في المحكمة وبيجي الطرفين يحضروا المدعي والمدعى عليه، المحكمة بتسأل المدعي التوقيع ده توقيعك؟ يقول له اه ده توقيع. يقول كده وحضر المدعى عليه وأقر بأن التوقيع المزين على العقد هو توقيعه، ماشي؟ بس. والحكم لما بيصدر بيصدر بدعوة تحفظية على التوقيع ولا يحتج بيها على الملكية إطلاقا خالص. يعني هي دعوة تحفظية على التوقيع إن أنت معاك عقد والتوقيع ده سليم، لكن الملكية لا، ما إيه دعوة صحة التوقيع دي مالهاش علاقة بالملكية خالص. يعني ممكن اللي بيع صحة التوقيع ده يبيع لي 20 واحد مفيش مشكلة، ما هي دعوة تحفظية على التوقيع بتسجل مالهاش علاقة بالشرع العقاري ولا بالملكية ولا بأي حاجة. لكن دعوة صحة ونفاذ هي دعوة تبحث أصل الملكية، دعوة تبحث أصل الملكية وبتجيب فيها المستندات كأنك بتسجل في الشهر العقاري بالظبط عقد. ده دعوة صحة ونفاذ تتعلق بالملكية وكل إجراءاتها تتعلق بالملكية، والمحكمة بتندب خبير عشان ينتقل لو في خلاف، مقدمين مستندات هنا وده مقدم مستندات المدعي والمدعي عليه، المحكمة عايزة تتأكد من الملكية، محكمة لها أن تستعين بأنها تطلب شهادات من الجهات المختصة اللي هي خاصة بالملكية، المحكمة تندب خبير للانتقال إلى الجهات الرسمية الشهر العقاري والمساحة ودار المحفوظات ومعرفش إيه عشان يتأكد من سند الملكية الأساسي للعين محل التداعي اللي هي المحكمة بتنظرها. يبقى احنا هنا كده بنبحث فين؟ في ملكية اللي هي دعوة ايه؟ صحة ونفاذ. دعوة صحة التوقيع تتعلق بالتوقيع فقط لغير ولا يعتد بيها على بالنسبة للملكية ولا تعتبر بالنسبة للملكية، ما يعني دعوة صحة التوقيع زي حاجة بتندع على إقرار كده. طيب طب احنا عرفنا الكلام ده، طب الاختصاص بقى عرفناه، عرفنا اختصاص ده محكمة وعرفنا اختصاص المحكمة. طيب لو جينا خدنا، ما هو بالنسبة لأي دعوة فيها مدعي ومدعي عليه وفيها حكم هيصدر، يا لصالح المدعي يا لصالح المدعي عليه، صح؟ طب الحكم لما بيصدر من المحكمة المدنية مواعيد الطعن عليه بالاستئناف قد ايه؟ كام؟ 40 يوم. حد عنده رأي تاني؟ حد عنده رأي تاني؟ ها؟ 40 ولا 50؟ ها؟ 40؟ متأكدين؟ طيب 40 يوم. طيب يبقى احنا عرفنا انا هبدا ازاي الدعوه، هعملها ازاي، هكيفها ازاي. خلي بالك اللي بيكيف الواقع ويديها الوصف القانوني بتاعها المحامي، ها هناك بقى النيابه في الجنايات، النيابه اللي بتايد الواقع والقيد والوصف من وجهه نظرها، انما اللي بيصيغ الواقع وبيديها الوصف القانوني ليها وبيحدد المحكمه اللي هتنظر الدعوه دي المحامي قولا واحدا، مفيش حد تاني له معانا فيها حاجه، لا نيابه لها ولا قلم كتاب له ولا اي حاجه لها خالص. محامي اللي بيصير ويدي الدعوه الوصف القانوني بتاعها ويحدد المحكمه اللي هتنظر الايه؟ الدعوه. طيب الكلام ده كلام كويس قوي. يبقى احنا عرفنا هنا، والاستئناف بقى لما يصدر الحكم هيصدر ليك حق الاستئناف اللي هو الصادر ضد الحكم في خلال 40 يوم. خلي بالكم مواعيد الاستئناف او مواعيد الطعن بصفه عامه كلها بقى، سواء مدني سواء جنائي سواء شرعي سواء الكل، ايا كان مواعيد الطعن على الحكم، لما بصفه عامه نقول الطعن على الحكم، لان الطعن هو طعن لان الحكم صدر ضدك فبتطعن عليه، المسمى القانوني بتاعه. المواعيد دي كلها مواعيد اجرائيه،
وحسابية. لو الميعاد 40 يوم عدى وجيت النهارده ال40 خلص ورايح الصبح اخر يوم خلص هو بعدها تاني يوم ده يعني عدى على مواعيد الطعن ال40 يوم دول مثلا ساعتين ثلاثه، وتروح تعمل الاستئناف بيجي المشكاتب يحدد الرسم وتروح تجيب معلومات من الجدول، وبعد كده يبقى نبدا نحدد المشكاتب يحدد لك الايه الاستئناف. الزاد الاستئناف عدى عن ال40 يوم ساعه، لا خلاص فات موعد الاستئناف كده. طب لما مواعيد الاستئناف عدت هتعمل ايه؟ العمل يا بواد خلاص هتيجي تخلي المحكمة تقول لك طب ما انا هرفع هعمل الاستئناف وبعد كده في المحكمة، لا هتعمل ايه في المحكمة؟ طب المحكمة أول حاجة بتستوفاها المحكمة الشكوى، أول حاجة بتستوفاها المحكمة الشكوى، الشكوى اللي هو ايه؟ المواعيد. تيجي المحكمة في الآخر وده يقدم وده مع مواعيده وده يجيب مذكرة وده يقدم مستندات والكلام ده كله، وتيجي المحكمة في الآخر تدي في الحكم إيه بقى؟ للتقرير بيه بعد المعاد. خلصت. ده مفيش دليل عذر، خلي بالك المدني مفيش دليل عذر. لا. دقيقة. تتحسب كده. انما في الجنح بقى بتجيب ده العذر ومش عارف ايه والكلام ده اللي هو المحكمه بتعمله ده، وده جواز المحكمه. يبقى اذا لازم تبقى عارف مواعيد الطعن قد ايه؟ 30 يوم 40 يوم. يبقى انا لازم قبل ال 40 يوم ما يخلصوا اكون انا رافع الاستئناف ومؤيده في محكمه الاستئناف ومعايا الجلسه وبنعلن. ما تجيش اخر يوم وتروح تخلص الاستئناف، ما هتعلن امتى؟ هو مديك المسافه دي او المده دي علشان تاخد الاجراء في خلال المده، في خلال المده، ودي قواعد تنظيميه بينظمها القانون. يعني تلاقي قانون المرافعات محدد لك دي ايه بالظبط، قانون الاجراءات محدد لك دي ايه بالظبط. طيب يبقى احنا عرفنا عن الوصف بتاع الواقع، انا اللي انت حضرتك اللي هتعمله، اللي انت هتحدده، المحكمه انت اللي هتحددها. إيه بعد كده الاجراءات اللي بتتم، يبقى المدعي والمدعي نشأ. طب لما الكلام ده ايه هو يعني؟ الله ده المحامي اهم من المحكمه بقى. طب دور المحكمه ايه بقى؟ دور المحكمه ايه يا استاذ؟ دور المحكمه ايه؟ ده المحامي اللي بيعمل كل حاجه. ما هو المحامي الدفاع المدعي والمدعي عليه، والمدعي هو اللي رفع الدعوه او هو اللي اقام الدعوه وهو اللي حددها وهو اللي وصفها وهو اللي ايه قال المحكمه دي المختصه طبقا للقانون، وفاهم شغله كويس قوي. بيجي المدعي عليه اللي هو الخصم بقى برضه من وجهه نظره لدفاع، وده ليه دفاع وده ليه دفاع، والمحكمه اثناء اجراءات نظر الدعوه بتحقق دفوع المدعي والمدعي عليه. حقق دفوع المدعي والمدعي عليه عشان ايه؟ حق ده حكم، وحق ما انتش عارف الحق ده يتعلق بايه. فاذا هنا المحكمه بتفصل في القيد والوصف اللي هو حدده المحامين الاثنين، يا بتنظر الدعوه الاول من وجهه نظر المدعي، بعد كده المدعي عليه ده طرف اصيل في الدعوه ومن حقه يطلب الطلبات اللي هو عايزها طالما مشروعه قانون. طيب لما يجي ده المدعي عليه يطلب الطلبات ويطلب في حاله خبير، يطلب التطريح ليه باستدراك شهاده من جهه معينه، يطلب ان المحكمه عايز خبير حسابي لان الدعوه فيها امور حسابيه، عايز خبير هندسي لان الدعوه فيها بعض اعيان العقار هندسيه تتعلق، يبقى لازم مهندس يحط لي التغيير هنا ولازم خبير حساب يحط التغيير هنا. وبعد كده لو حامي بقى يقول لك
لا ده انا عايز لجنه ثلاثيه. كل ده والمحكمه بتنفذ، المحامين اللي بيطلبوا الطلبات والمحكمه بتنفذ. يعني جه خبير حسابي وجه خبير هندسي والمحقق الدفاع بقى قال لك لا ده لسه في امور تتعلق بالتقرير ده والتقرير ده ما استوفاش. انا عايز لجنه ثلاثيه من كليه الهندسه ومن من كليه الهندسه. طيب تيجي اللجنه تنتقل وتعمل تقرير وتنتقل لجهات معينه. خلي بالك المحكمه لما بتنتدب خبير بتديه كافه الصلاحيات. بتقول قررت المحكمه ندب خبير حسابي من وزاره العدل، وصرحت المحكمه له بالانتقال لكافه الجهات الرسميه والاطلاع على المستندات التي تتعلق بالعقار موضوع الدعم، ولها ان تستعين بجهات معينه عن طريق اي حاجه. فبيدي الخبير صلاحيات تتعلق بموضوع الدعم. ليه بقى؟ عشان المحكمة بعد كده هتحجز للحكم. يبقى ده دفاع وده دفاع من الطرفين، الخصوم الاثنين كل واحد له وجهة نظر مختلفة عن الثاني طبعا، ما فيش فيها كلام. ده وجهة نظر مختلفة انه صاحب الحق رافع الدعوة، والمدعى عليه له وجهة نظر انه صاحب الحق لأن الملكية دي مش بتاعت ده. فلازم بقى هنا تنازع في الملكية. تنازع في الملكية ده قانون. مين يحل ده؟ بس هو ذات القيد والوصف والنزاع على الملكية اللي هما متفقين على ان في ملكية، بس ده بيقول بتاعتي وده بيقول بتاعتي. بعد المحكمة بتحقق كل ده، المحكمة بتحجز للحكم وبتدي الحكم اللي هو من وجهة نظر المحكمة بعد الاطلاع على كل المستندات اللي هي في الدعوة المقدمة من المدعي والمدعى عليه وتقرير الخبراء والمستندات، انتهت إلى أن الملكية للمدعي. خلص. يبقى المحكمة انتهت إلى صحة ما يدعيه المدعي من ملكية الموكل للعين محل التداعي. ده المحكمة. يبقى المحكمة هنا حكمت في ايه؟ في الدعوة اللي قدمها المحامي. الدعوة دي القيد والوصفة اللي عمله مين؟ حضرتك اللي عملته. ومين اللي حدد المحكمة اللي هتصدر الدعوة؟ حضرتك. ومين اللي تبارى في الإجراءات قدام المحكمة لغاية المحكمة ما تفصل في الدعوة بحكم مين؟ المحامي. يبقى المحكمة ما عملتش غير إن المحكمة حكمت بس. حكمت في إيه؟ في علم المحامي. حكمت بعلم المحامي وبفكر المحامي. مفيش حاجة من بره. كل ده الدفاع اللي عمله هو اللي عمله. طيب يبقى لما يكون الدفاع هو ده يبقى ايه قيمه الدفاع ده؟ ايه مكانه الدفاع ده؟ ايه علم الدفاع ده؟ ايه المحامي ده؟ ايه العظمه بتاعت المحامي ده؟ هي دي المحاماه اللي احنا بنوجع في قلبنا عشان نوصلكم للمكانه اللي انتوا عايزينها واللي احنا عايزينها واللي احنا عايزينها. خلي بالكم المعهد ده تستغلوا كل دقيقة جاية فيه، لأن اللي جاي في الفترة اللي جاية دي للمحامي. اللي جاي للمحامي عشان تبقوا فاهمين، اللي جاي بالنسبة لي الناحية الاجتماعية والناحية الاقتصادية والمحامي وعظمة المحامي ومكانة المحامي، ده كله اللي جاي الفترة اللي جاية، وانتوا اللي هتجنوا ثمرة التعديل بتاع نقابة المحامين.
انت لازم تفهم من كده. في ناس مغيبه، في ناس مغيبه، بس اللي هيغيب عقله، اللي هيغيب فكره هيرجع ورا، ما عادش هياخد بايدك. ليه؟ لان انت مش قادر اخد بايدك. ممكن اخد بايدك بس ياخد بايدك حسب قوتك يعني، حسب، انما ممكن ما فيش معلومه خالص هتعمل ايه؟ لا، ومش هتلاقي محامي بره يقرا القضيه بتاعتك عشان ترافع فيها، ولو قرا لك القضيه وكتب لك مش هتعرف تترافع، مش هتعرف تترافع. ليه؟ لان المرافعه ما تتقالش، المرافعه انت بتعيشها انت. انا لما اجي اقول لك قلت ودفع كذا ببطلان ودفع بكذا ودفع واديك 3 4 دفوع، ما هو 3 4 دفوع دول انت هتمسك الورقه كده وهتقرا منها قدام المحكمه، والسكرتير هيكتب او مش هيكتب يعني. لكن لما تيجي انت تثبت دفوعك انت اللي بتثبتها من ايه؟ انت قاري وعايش الواقع، فانت اللي انت اللي الدفوع اللي انت بتقولها دي انت مش بتقولها من ورقه، لا ده انت بتقولها من الذاكره، ده انت عايشها. ومش ما اقولش حفظها، لا انت عايشها ومتعايش معاها، فانت تستدعيها في اي وقت، انت تستدعيها في اي وقت. استاذه النجم يا استاذه، ايوه اللي جنب اللي جنبك يا استاذه اللي لابسه نظاره، ايوه استاذه انت يا استاذه انت، ايوه يا استاذه انت تعالي انت يا استاذه اللي بتبصي الناحيه الثانيه يا استاذه انت، ايوه انت حضرتك تعالي، انت تعالي، ايوه تعالي حضرتك تعالي اتفضلي، لا مش انت يا استاذه اقعدي اقعدي انت، هي اتفضلي قومي يا استاذه يا استاذه انت، ايوه عادي حضرتك قومي انت، الله خليك، خلينا مع بعض، خلينا مع بعض، اتفضلي يا استاذه تعالي. تعالى يا استاذ، يعني احنا دلوقتي اصل الدفاع مش ورق، مش ورق، لا، القانون في الكتب، نصوص القانون في الكتب معروف. انا قلت ايه يا استاذ دلوقتي؟ انا اللي بكلم حضرتك، انا قلت ايه دلوقتي؟ انا قلت ايه؟ ما انتش مركزه؟ اديني كلمه حضرتك، مش مركزة طبعا. انت حضرتك محرومة من المعهد لغاية اخر المعهد، اتفضلي. لا هعمل لك دلوقتي، استنينا تحت، بس اتفضلي حضرتك بقى بره، ما تحضريش المحاضرة عشان دي بنتي مش مركزة بقى، معناها بره مش في المعهد. المهم ده اجراء برضه عشان تكونوا عارفين يعني، لان هي مش يعني كلكم كده قاعدين يعني صامتين وكلنا بنتناقش مع بعض، هي مش هنا وبتقول انا اصلا مش مركز، يعني انا بتكلم حالا دلوقتي وبقول لها انا قلت ايه دلوقتي، بتقولي انا مش مركزه، ينفع؟ اتفضلي يا استاذ، فتقولي اتفضلي. لسه هقول احنا بنتكلم دلوقتي في الايه؟ في الاجراءات اللي بتتم وبحدد فيها اختصاص المحكمه، وبحدد فيها النصاب بتاع المحكمه، وابدا اشتغل، والحضور ايه؟ حضور ازاي؟ الحضور بقى ده مهم جدا وسهل جدا. ده انا عايز اقول حاجه، كل الاجراءات اللي بتتم في المحكمه انت بتبقى في منتهى السعاده وانت بتمارس، لانك انت بتمارس ما لا يمارسه غيرك الا المحرس، انت اللي بتمارس ده، وانت اللي بتنفرد بده، وانت اللي بتنفرد بده يا استاذ، انت اللي بتنفرد بده، صح؟ انت اللي بتنفرد به لوحدك. فاذا لما انت تنفرد باجراء يتعلق بموضوع، الموضوع ده ذات أهمية
اهميه ايه؟ يعني لما موكل يعمل لك توكيل انك تتصرف في امور تخص حياته. اعتقد مفيش اكتر من كده. مفيش اكتر من كده. يعني انت بتبقى مسؤول عن موكل في امور تتعلق بحياته هو واسرته. اذا كانت دعوه مدنيه. مسؤول عن موكل يتعلق مصيره بحكم يصدر بالاعدام. انت مسؤول عنه. مسؤول عن متهم او مدعي في قضيه في القضاء الاداري تتعلق بملايين الجنيهات. موكلك فيه. يبقى اذا المراكز القانونيه التي تتعلق باي وقائع في المجتمع ايا كان سواء كانت تخضع للقانون الاداري او تخضع للقانون الجنائي او تخضع للتحكيم او تخضع للعمال او تخضع لقانون التجاره او تخضع للقوانين الخاصه، اي مركز قانوني بمعنى ادق كل الامور الخاصه بالامور الحياتيه بتاعتنا في المجتمع. احنا هنا دلوقتي قاعدين طبقا للقانون. المعهد ده طبقا للقانون. كل حركة في المجتمع بينظمها قانون. مسألة احنا ماشيين في الشارع كده برضه بينظمنا قانون. بنتكلم مع بعض عن حدود القانون. بنتكلم قانون حاسبتي. يبقى اذا ومين المنوط بيه؟ تنفيذ القانون. احنا الدفاع المحامي مش المحكمة. المحكمة بتتدخل وقت ما يلجأ ليها اللي هو المتضرر من الفعل الإجرام أو غير الإجرام. ده يبقى المحكمة. يبقى إذا المحامين دول هم رجال القانون اللي بيحافظوا على حياة واستقرار وأمن المجتمع حتى تستمر الحياة في الكون. هو ده القانون. وهو ده الصح. وهو ده اللي ماشي. كل حاجة بالقانون. لكن اللي بيتقال ده والعشوائي كل ده لا. لكن لما يجي تحت طائلة القانون بيقطع. يعني مش ومحدش فوق القانون. خالص. ودي متعة الحياة. لأن ربنا خلقنا وكرمنا. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله العظيم. أصل الإنسان هو والحياة اللي احنا عايشينها ايه؟ والدستور السماوي اللي ربنا نزله علينا على 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 رسالة على سيدنا محمد. ده الحياة. ودي الحياة في الكون. غير كده مفيش حياة. اللي يعاكس كده أو يخالف كده إما عقاب عند ربنا في الآخرة وفي الدنيا وإما عقاب في القانون الوضعي. مش هنخرج لا نروح كده ولا ربنا قال كده ايه؟ يبقى ربنا الكائن الحي الوحيد اللي ربنا كرمه وصوره في احسن صوره وركبه في احسن شكل وسخر جميع الكائنات الحي وسخر الانهار والبحار والجبال والشمس والقمر كل ده سخروا لخدمة الإنسان. تخيل. شوفوا عظمة الإنسان عند ربنا إيه؟ وشوفوا بقى الإنسان ده بالنسبة لنا إيه؟ ربنا هو اللي خلقنا وقال لنا أنتوا كذا وسخر لنا كل حاجة. كل حاجة مسخرها لنا.
ربنا. ليه؟ يعني انت احسن المخلوقات في الدنيا اللي ربنا خلقها، لان ربنا خلق، ربنا خلق، ده ربنا كرم بني ادم، ده ربنا امر الملائكه عشان يسجدوا لادم، يشهدوا على خلق ادم اهو. واذ قال ربك للملائكه اسجدوا لادم، ايه ده؟ الملائكه تسجد لنا؟ الملائكه تسجد لنا؟ الا ابليس ابى، خلاص بقى ده مش طالب نجعله. لكن شوف بقى ربنا عمل ايه ووصلنا ايه، ان الملائكه تسجد لبني ادم. امر ربنا، وده بيدل على ايه؟ بيدل على قيمه المخلوق اللي خلقه ربنا، اللي هو واحد، اللي هو يحيى. ما علينا دي، نرجع بقى نرجع للقانون الواضح. هنا لما جينا احنا بقى، الاستاذه بتقول لي عايزين ايه؟ صيغ الدعوه. احنا هنقول صيغ الدعوه، مش دعوه واحد، لعامل. وكله بيبدا بدعوه، كل قضية بتنظر قدام المحكمة بتبدأ بدعوة، سواء الدعوة دي من الأشخاص، أو الدعوة دي من النيابة، أو الدعوة دي من الجهات المسؤولة الأخرى اللي نص عليها القانون. هي الدعوة. طيب، ما احنا هنبدأ بدعوة، بس لازم نبقى عارفين قبل الدعوة إيه إجراءات الدعوة؟ إيه الإجراءات اللي تتبع في الدعوة؟ احنا اتكلمنا طب الاسره، الاسره طبعا احنا دكتور احمد موفق اتكلم فيها كتير قوي، ولا اتكلمنا قبل مين يعني، اعتقد ان الاسره اللي بتبقى ايدي فيها يعني علماء، مش كده؟ طيب الاسره، محكمه الاسره دي كم؟ انتوا بقى تعرفوا اكتر مني، انتوا تعرفوا اكتر مني، لان انتوا خدتوا كل المميزات اللي في القانون وفي الدستور، انتوا خدتوها، مش انتوا عارفين، ما خلوش لينا حاجه خالص. حتى القانون الجديد اللي صدر، صدر لصالح المرأة. انتوا تعرفوا، انتوا لكم دلوقتي تمثيل في البرلمان وتمثيل في مجلس الشيوخ ربع المجلس، ربع المجلس. انتوا هتيجوا بقوة القانون ربع المجلس، انتوا. ده مسألة. والقانون اللي اتعدل، قانون الأسرة برضو، انتوا عارفين اتعدل في ايه؟ كان الأول دعوة، دعوة الحبس بتاع النفقة بيدي لو متجمد 20 ولا 50 ألف جنيه بيدي شهر، يخش ياخد الشهر يقول طب يطلع تاني بره. دلوقتي عملوا ايه بقى؟ زودوها بقت ايه؟ تعدلوها بقت سنة ب 5000 جنيه برضه. سنة 5000 جنيه برضه. يعني عشان الغلابة دول تبقى يعني ايه؟ يعني نقول كتر خير يعني. ومع ذلك احنا راضيين ومبسوطين جدا. ليه؟ نعم. ها؟ العدل اساس الملك. بص يا باشا، احنا لما نتكلم احنا 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 في الدنيا. احنا في الدنيا عشان بعد ما نرحل هنتسأل عن العدل والظلم. مش عايزين ربنا كده. ايه؟ ماشي. يا ما هم الستات برضه، ما هم امهاتنا واخواتنا وبناتنا. هنبنى من حب جانب برضه. يعني ما هم مش غرب عنا. نعم. طيب افتح فوق. خليه، هات حد يفتح فوق. فاذا يعني احنا، طب وبقى هقول لكم حاجه، قال هي مش القوانين دي اللي شرعها واستناها الرجاله؟ ما هو احنا، ما احنا اللي عاملين القوانين دي ليكم. ف يعني احنا ما بنعملش حاجه. ايوه استاذه خلصت. لا على صوت الشر. حضانه مرة. ما الحضانه لسه. طب استنى بقى، اقعد لما اقول كبير، اقعد
الحضانه دي دلوقتي هتتعدل، بس بيناقشوا فيها دلوقتي ايه كل الجهات بتناقش فيها، وهناك صراع مستحكم بخصوص الحضانه. هننتهي ايه؟ الله اعلم، لسه الله اعلم. فسيبيها بقى كده لغايه ايه؟ برضه هتنتهي خير يعني، لان هو فيها صراع فعلا دلوقتي في المناقشات واللجان اللي بتناقش بالنسبه للحضانه دي، لانها مهمه جدا يعني. فيا رب ان شاء الله يعني يهديهم ونوصل لراي لصالح الاطفال ولصالح الاسره ان شاء الله يعني. بس يعني ايه؟ بالراحه علينا شويه. المهم لما هنيجي احنا بقى دلوقتي نقول الدعوه اللي هنبداها دي هنبداها ازاي وننهيها ازاي. طيب ما انا لو في اجراء انا اغفلته في الدعوه هيترتب عليه ايه؟ ها؟ هيترتب عليه ايه؟ بطلان. طيب واذا ترتب البطلان يبقى انا خسرنا الدعوه. واذا ترتب البطلان برضو طب والموت؟ هتروح فين؟ انت مسؤول شغلانه، انت مسؤول. فاذا النهارده بقى لازم نبقى فاهمين كويس قوي الدعوه دي ايه؟ والدعوه دي ايه؟ ودي تبدا ازاي؟ ودي القيد الوصف بتاعها ايه؟ ودي هنلجا فيها الاول للنيابه ولا هنلجا فيها للمحكمه مباشره ولا هنقدم بلاغ في القسم ولا هنعمل ايه؟ هو ده بقى الموضوع. انتوا فاكرين الموضوع سهل؟ الموضوع مش سهل، مش سهل خالص. هو مش سهل خالص بس ممتاز جدا ومحبب لقلبنا جدا، واحنا عايشينه، احنا عايشينه، احنا كمحامين في السن ده احنا عايشينه كاننا عايشين الحياه، عايشين الحياه فيه يعني، الحياه في مهنه المحاماه يعني، احنا نحيا بمهنه المحاماه ومهنه المحاماه تحيا بنا، احنا كده هي كده. ولذلك ان فعلا اللي بيوصل لكده، اللي بيوصل لكده يعني خلاص وصل لمرحله اللي هو كان بيتبناها، وان هو كان بيفكر ان هو نفسه يوصل لكده، وانه بقى من الاشخاص او من ايه جوه نفسه بيعتزم نفسه قوي. ليه؟ لانه وصل لمرحله في علم القانون وفي علم الواقع وفي علاقاته بالمجتمع، كل ده وصل للمرحله اللي هو عايزها واللي ربنا كتبها له. لانه ليه كده؟ ليه احنا ليه محامين بتنجح؟ طب ما انت ممكن تلاقي انت محبوب في وسط المحيط بتاعك المحامين، وبره المجتمع كله بيحبك والناس مش عارفاك وبيحبوك جدا، وانت ليك قبول في المجتمع ده، ايه بقى؟ ده من عند ربنا. ليه بقى؟ لأن المهنة بتاعتنا دي أساسها إنك يبقى فيه صلة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. لأن نصيبنا بإيد ربنا. لأن الرزق في المهنة دي هو رزق بصفة عامة كلها، في المخلوقات كلها ده رزق بتاع ربنا. الرزق والأجل مع بعض الاثنين بينتهوا في توقيت واحد. قولي لي. ليه؟ هقول يا بيه والله. طب استنى ماشي احباط ايه ده انتوا مفترين؟ استنى خلاص ما تتوهش عشان اقوم. قول. طب هقول لك تجربتي وتاخد بها؟ طيب هقول لك تجربتي وخد بها. ماشي. انا تجربتي انا شخصية، أنا بدأت أتعلق بمهنة المحاماة وأنا في الإعدادية. وأنا في الإعدادية بدأت أتعلق بمهنة المحاماة وأسأل عن مهنة المحاماة، لأن إحنا كان عندنا محامي مشهور قوي الأستاذ عبد المجيد عامر، كان مشهور قوي في المنطقة بتاعتنا جدا يعني. فأنا بسأل إيه المحامي ده وتخرج منين وبعمل إيه ووصفه يعني، مش عارف انا ايه يعني محامي ده، يعني بيتخرج منين او بيخش كل دي عشان يبقى محامي. فانا بسال والدي بقول له في كذا كذا كذا، هو رايي ايه؟ قال لي والله انت لو ذاكرت كويس في الاعداديه وجبت مجموع تخش ثانوي عام، وتذاكر في الثانويه العامه
وتجيب مجموع وتخش كل الحقوق، وبعد كده تذاكر وتخش تتخرج من الحقوق، وبعد تشتغل محامي اشتغل محامي. انا خدت الكلمه دي في دماغي، انا كنت في الجامعه وكانت عم تشيل عين شمس، اول دخلت جامعه سنه اولى في الجامعه ابتديت اروح مكتب المحامي اتعلم، ومحامين انا محامين كبار بس في ناس عارفاني مثلا بسال، والمحامي يعرفني هنا، فانا بقيت اروح اخش احضر في المكتب، اشوف اعلان، اشوف انذار على المحضر، اشوف انذار بدفع الاجره، اشوف دعوه صحه توقيع، اقرا بقرا الحاجات دي طوال 4 سنين وانا في الجامعه، وبمارس بره في مكاتب، مع العلم احنا كنا واحنا في جدول العام ده ما كناش بناخد جنيه من المكتب خالص، انت ليه تتعلم؟ والمحامي اللي كان رايح المكتب رايح عشان يتعلم، مش عشان يروح يقول له لا، مش في دماغه فلوس، لأنه ما يعرفش فلوس، هو جاي عشان يتعلم. وفعلا احنا في الجزئيه دي ولذلك احنا كنا في الدراسه في كليه الحقوق، احنا كنا الدكتور لما بيجي يشرح محاضره بيبقى قبل ما يشرحها نبقى فاهمينها. احنا كنا بناخد الكتاب في الجامعه، كتاب الاجراءات كان كده هو بتاع الله يرحمه الدكتور رفع بيه، كان كده بالظبط. وكان في دكاتره بيحذفوا بعض الموضوعات من الكتاب، انا شخصيا ما كنتش بحذفهم خالص ولا ورقه، واقرا كتاب من جلده للجلده، الكتاب نتقري من جلده، كل كتب القانون اللي كانت بتبقى مقرره علينا من اولى لرابعه كنا بنقراها من الجلده للجلده. وكنا عايشين في الجامعه دي على ان انت حاسب لنفسك مواعيد هتتخرج فيها وهتبدا تمارس مهنه المحاماه فيها. ولذلك كل مرحله كنا بنمر بيها كنا واثقين فيها قوي وملتزمين قوي، وبنحصل كل كلمه بنقولها او بنسمعها ما ننساهاش. احنا رحنا عند مكاتب محامي مدني وشرعي واداري واحوال شخصيه وجنائي، ما احنا رحنا عند كل ده، لما انت في اول حياتك لازم تروح عند ده. احنا اتخرجنا عايز اقول من الجامعه محامين، بس طبعا رحنا اتعلمنا عند المحامين اللي هم في وكل المحامين اللي كانوا معانا بيتدربوا في المكتب ده محامين لهم اسماء محترمين ومحامين صح. النهارده المادة دي ما كانش في دماغنا، استناش المادة دي في دماغنا كلها، المادة دي كلها في دماغنا ماشي، المادة دي ما كانش في دماغنا. مرحلة التدريب دي احنا كنا بقى فيها بنقول دي المرحلة اللي هتأهلك انك تمارس مهنة المحاماة، فلازم تخرج وتتعب فيها، لازم تتعب. احنا كنا بناخد بنروح مثلا من هنا من القاهرة نروح اسكندرية عشان نقابل قضية، بس فلوسي معايا ورايح المحكمه في اسكندريه عشان تاجل قضيه بس، وانت واخد الفلوسي بتقراه، كان جنائي كان مدني، انت بتقرا اللي فيه فده اساس اللي احنا نجحنا في مهنه المحاماه، مهنه المحاماه برضو بكرر وبقول كتير قوي، يعني أرجوكم أتوسل إليه تمسكوا بيه، والله والله اللي هيخرج بعيد عن المهنة دي لا يندم أشد الندم في المرحلة اللي جاية. أنا بقول وإحنا مرينا بظروف صعبة، الأتعاب كان إيه والكلام ده كله كان كلام، أنتوا عارفين أنا أول أتعاب خدتها في قضية إيه؟ أول أتعاب خدتها في قضية 30 جنيه وبقيت فرحان فرحة ما حصلتش. ياه واحد بقى ده ما اروح انت عملت قضيه ومش عارف ايه وايه واداني 30 جنيه
انا بقيت كاني واخد مثلا يعني ايه 30,000 جنيه، يعني فرحان بيهم قوي، انا فرحان بيهم جدا. ليه؟ لان انا حسيت ان انا محامي وبمارس وباخد اتعاب وبقيت موجود في المجتمع وليا دور. ده انما انتوا بالنسبه لكم انتوا لا، انتوا الحياه الفتره اللي انتوا بتمروا بيها دي يا ريت احنا كنا شفنا واحد على مليون منها، يا ريت يا ريت. فده ال وبعدين ايه؟ طب ما انا هقول لك حاجه، انا هقول لك حاجه، انتوا ما تاخدوش فلوس، لا شغل مالكش دعوه بالناس المحبطه، لا لا مالكش دعوه بالناس المحبطه، اسمعني بقى اسمعني، مالكش دعوه بالمحبط. المحبط ده هيجي له يوم يقعد هنا، هيجي له يوم يقعد هنا، المحبط اللي انت بتقول عليه ده هيجي له يوم يقعد هنا. وعايز اقول لكم حاجه كمان بنسبه الاحباط ده، انا بقول عن نفسي بقى. يعني انا احيانا بقعد فتره ما بيجيليش فلوس، ما بتفرقش معايا اقسم بالله خالص خالص. تيجي جنب، طب ما انا بتجيلي قضيه واقعد اقول لهم ادوها لي اسبوع عشان اقراها، وبيجوا يديني اتعاب محترمه جدا. اقرا القضيه واقول لهم لا معلش انا مش عارف القضيه ليه؟ بقول انا مش مرتاح منها خلاص، واخد فلوس. ليه بقى؟ لان الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. اوعى تفكر بهنيتنا دي بالذات القران مطبق فيها تماما بالنسبه للرزق ده، ما فيش فيه حيله خالص. انت بتبقى قاعد او ماشي في الشارع او في اي مكان وتلاقي الناس بتدور عليك، في 100 واحد بيدوروا عليك. ليه؟ عشان يدوك فلوس، عشان يدوك فلوس، عشان يوكلوك في قضايا. وانت ماشي كده ممكن تقابل ناس وعارفينك، تعالى يا استاذ اتفضل عايزينك، اقعد اعمل لنا كذا 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 كذا. طب انت عايز كام؟ عايز 500 جنيه. لا يدوب 2000 جنيه. خلي بالك الكلام ده انا مجربه، انا مجربه. ممكن تاخد في اتعاب في جنحه نص مليون جنيه. في جنحه تاخد نص مليون جنيه. في جنحه. ليه؟ ليه؟ لاني ما تتدخلش في دي، مالكش فيها. ما تقولش ليه باخد في جنحه 500,000. مالكش فيه، ده بتاع ربنا. طب ما انت احيانا بتطلب اتعاب في قضيه، انا هاخد مبلغ كذا، وتيجي بعد ما تخلص القضيه تلاقي انت واخد اتعاب وقد نصها كمان الموكل مديها. يا استاذ انا خدت اتعاب، خلاص اقول لك لا معلش معلش. طب ما انت ممكن تطلب اتعاب 100,000 جنيه، يقول لك لا يا استاذ خليهم 150,000 جنيه. الموكل اللي بيقول لك، الموكل بيقول لك ده كلام واقع وخبره انا بقوله وانا عايشه. فاذا النهارده حكايه انك تقبل، اوعى عمرك في يوم من الايام تقول ان انا محبط، انا متضايق، انا ما فيش شغل. لا لا خالص. ربنا سبحانه وتعالى ويرزق من يشاء بغير حساب. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحديث الرباني اللي بيقول لنا كده ده؟ ده انا هرزقك كام؟ هرزقك من غير حساب. انت الرزق جاي لك انت مش عارفه كام قوي ده صح؟ يبقى انا سيب ده وافكر واقول والنبي ده ما جاليش قضيه النهارده وده خد مش عارف. لا اوعى اوعى حط في دماغك حاجه، خلي كل حاجه على ربنا. خلي كل حاجه على بس اعمل المطلوب منك. اجتهد. اوعى تأثر في حق موكل مهما كان. اوعى تتحايل على موكل مهما كان، لو مال الدنيا كله. خلي بالك الثقه، انت مستعجلين. المجتمع بيحكم عليكم دلوقتي عشان تبقوا عارفين، المجتمع بيحكم عليكم دلوقتي. هو تفكروا الموضوع سهل؟ لا، ده انتوا محط انظار كل الجهات، المحكمة والنيابة والشرطة والمجتمع اللي احنا هنتعايش معاه وهنشتغل بالنسبة له، كل دول انتوا دلوقتي تحت اختبار. بيقول لك محامي ده راجل محترم، ده عنده ثقة في نفسه، ده عنده ضمير، ده مهما كان ضميره
ليه بقى؟ في بقى فئه موجوده بتهين مهنه المعامله، وانا هقولها لكم برضو دي عشان خاطر يعني المعهد هيبقى ان شاء الله مفيش الظاهره دي مش هتبقى فيه ابدا. ما هو انتوا بيبقى في خصومه موجوده، مدعي ومدعي عليه او متهم ومجني عليه، المحامين يبقى هم اطراف الدعوه، هم اللي بيمثلوا الخصوم. في محامي يجي يتفق مع المحامي يقول ايه رايك ما تيجي تخلص القضيه دي وانت كده دوت، فبيجي طبعا المحامي بتاع المجني عليه يقول له طبعا ما اشوفك نتفق، ما احنا معانا توكيلات احنا الاثنين، معانا توكيلات احنا الاثنين، معانا توكيل على المتهم ومعانا توكيل على المجني عليه، فاحنا اللي بنمثل الاثنين طرفين. يقوم جاي متفق يقول له طب انا هجيب لك مبلغ قد كده، خلاص اتفقوا خلاص يجيب له مبلغ، ويجي يقر له بالتصرف الجائز. تاني استاذ انا قلت ايه دلوقتي؟ انت حضرتك حضرتك انا قلت ايه دلوقتي؟ لا يا استاذ انت عودي انا بقول انت حضرتك انا قلت ايه دلوقتي؟ انا قلت ايه؟ اه حضرتك امال ايه؟ انت محامي قد الدنيا انا قلت ايه دلوقتي؟ لغايه اتفقوا لغايه فين؟ انت لغايه فين اتفقتي؟ طيب ماشي بس خلي بالك منها يا استاذ شويه هنا يجي الجلسة إيصال أمانة مثلا بمليون جنيه بمليون جنيه وخد طريقه في الإجراء وخد 3 سنين المتهم وجه استأنف وجه بقى المتهم المدني هيقر بالتصالح مش كده؟ يجي المدعي بالحق المدني يقر بالتصالح والمتهم يحضر بالتوكيل وايه وخلصت القضيه. المتهم بقى فقد القضيه واخد حكمه ومفيش مشكله. يجي يبدا كلام في الموضوع يجي الراجل المجني عليه فين انا روح للمحامي فين ايه الحكم تم في ايه وايه اللي حصل والكلام ده كله. يتضح فيما بعد ان الاثنين اتفقوا وباعوا الموكلين لبعض ولا ده خد حقه ولا ده اتحبس تقاضى القضاء والتصالح. هنا بقى بتبدا من جديد اجراءات ضد الاثنين المحامين ببلاغ للنيابه والنيابه تبدا تحقق وتجيب المحامين الاثنين وسكرتير الجلسه والقاضي بيعمل مذكره وتدي النيابه تحقق الاثنين يبقى هما الاثنين اللي ايه ده تمام التصوير ما هو اصطلح بدون الرجوع للموكل مع توكيل اه بس المفروض يبقى الموكل عارف المتهم ما سددش المبلغ سند الايصال امانه. النيابه لما بتحقق بتوصل بقى بتحل الدين ده ايه بقى؟ لمحكمة الجنايات. في حكم يا سادة أنا هجيبه المحاضرة الجاية أسمعه لكم من محكمة جنايات كفر الشيخ. لما المحكمة عارفه أستاذ؟ هسمعه لكم هو معايا على لما المحكمة كان في 5 متهمين متهمين في قضايا دول متهمين فيهم ابتدائي وفيهم استثنائي. 5 محامين. 5 محامين. واتهموا في قضايا تزوير. تزوير. قدموا شهادات مزوره، تزوير في محضر الجلسه، تزوير في توكيلات، الكلام ده كله. المحكمه حكمت بمعاقبتهم لمده 5 سنين. بس رئيس المحكمه قال خطبه عصماء قبل الحكم. حكم خطبة عظماء قبل ما ينطق الحكم على المحامين وعلى نقابة المحامين ورفع نقابة المحامين في السماء ورفع
قدر المحامي أكتر من قدر رئيس المحكمة. ولكن أشار للمتهمين اللي هم حكم عليهم دول وقال كلمتين. لما هنسمع رئيس المحكمة هو بيقول الكلام ده يعني أعتقد هنتأثر كلنا قوي، هنتأثر وحامين عياطه والجلسة، لأن اللي قاله خلى المحامي اللي يخالف مهنة المحاماة أو اللي هو يسيء لمهنة المحاماة مجرد من إشارة إداله حقه يبقى إيه، والمحامي المحترم يبقى إيه. فده احنا هنجيبها المرة الجاية. وعشان كده أنا بقول في الجزئية ده اللي ما نتكلمش في حكاية المادة دي والكلام ده كله، إنما بقى نتكلم في احنا قلنا الدعوة وهنترفع ازاي والكلام ده. طب احنا عندنا حاجات زي أمر الضبط والإحضار، طلب الحدود، الأمر بالقبض، الأمر بالقبض. طيب الإجراءات دي إيه هي؟ الإجراءات قرارات من نيابة بتصدر منظمها القانون، في طلب حضور وفي أمر ضبط وإحضار وفي أمر قبض وإحضار، كل ده قرارات نيابة تتعلق بوقائع وتتعلق بإيه يعني. طيب هل إحنا الكلام ده عارفينه؟ طب هل إحنا عارفين المحاكم أو دوائر المحاكم اللي موجودة في الجمهورية؟ إحنا عارفينها؟ ما هي ده مهمة جدا. طب المحكمة الكلية بتاعت شمال القاهرة أو المحكمة الكلية بتاعت شمال الجيزة أو المحكمة الكلية بتاعت بنها، أنا أقول المحكمة الكلية دي إيه المحاكم اللي تقع في نطاق هذه المحكمة؟ اتفضل. الكلية اللي هي الابتدائية. فأقوم بيه اتفضل. ايوه. لا يا اخي برافو عليك، كلام كويس. المحكمه الكليه بيقع في دائره اختصاصها محكمه الكونه، محكمه في كل مركز او قسم بيبقى فيه محكمه جزئيه، المحكمه الجزئيه دي محكمه الجنح ومحكمه المدني ومحكمه الاسره، دول في نطاق المركز. كل مركز او قسم فيه ثلاث محاكم، محكمه الجنح، محكمه المدني، محكمه الاسره، دول يقعوا في نطاق كل قسم او مركز. يبقى احنا عرفنا ايه؟ لو في 10 مراكز في نطاق في دائره المحكمه يبقى انا عندي 10 محاكم جنح، مدني وجزئي واسره. مفهوم؟ يعني عرفت ده جزء، ده أول درجة بيقولوا عليه ده إيه؟ محكمة أول درجة. محكمة القانون بيقول كده، محكمة أول درجة. طيب عرفنا بقى محكمة أول درجة دي قاضي فرد. جماعة اللي فوق معانا ولا مش معانا؟ قاضي فرد يا أستاذ. المحكمة الجزئية دي تشكيلها قاضي فرد، قاضي ده يبقى قاضي الجنح والقاضي المدني ومحكمة الأسرة. محكمة الأسرة هي الوحيدة اللي بتبقى تشكيلها من 3 أضواء، مع إنها نطاق اختصاصها دائرة المركز، لأن ده في التعديل بتاع القانون لما قالوا محكمة الأسرة. يبقى إذن هنا أول على طول ما يتبادر إلى واقعة جات لك، جنحة جات لك، قضية مدنية جات لك، تبقى أنت عارف دي في الدائرة المدني، دي في الجنح، دي في الأسرة، دي في الجنح، دي في المدني، دي في الأسرة.
حاجه بسيطه قوي يعني ما مش طيب. طب دول بقى بيشتغلوا ازاي وتشكيلهم ايه؟ تشكيل المحكمه قاضي زي ما انا قاعد كده بس، وجنبه هنا لما كنت دارت الجنع جنبه هنا وجي النيابه، وهنا اهو السكرتير اللي قاعد اللي هو امين السر، سكرتير او امين السر بس هو الاسم الصح بتاعه امين السر، وهنا كده الحاجب واقف اللي بيدعي على اسمك سواء مدني او جنع، فهو ده التشكيل. المدني ساعات ما بيحضرش الايه؟ الوكيل النيابه مش مشكله. طيب التشكيل ده اساسي، لو تخلف عنصر منه يبقى الحكم اللي بيصدر باطل. طب ازاي؟ نفترض لقينا المحكمه رئيس محكمه الجنح هو اللي قاعد زي كده، واشتغل الجلسه والسكرتير شغال والحاكم شغال وكيل النيابه مش شغال، ما جاش ما حضرش، والمحكمه اشتغلت وصدرت الاحكام، ولسه هنا بقى في محامي تقول لك ما الاحكام صدرت وخلاص، يهمه ايه؟ بيسال عن الحكم براءه ولا ادانه ولا غرامه ولا ايه بالظبط؟ لكن ده في امر من كده، الحكم ايا كان ما يليش بالحكم، الحكم هنا في نص يتعلق فيه بالبطلان اللي هو ايه؟ بطلان الحكم لعدم تشكيل النيابه في الحكم. وكيل النيابه مش موجود في الجلسه، يبقى ده فيه بطلان بنص القانون، الحكم يبقى باطل. يجي هنا المحامي الشاطر يقول لا انا بدفع ببطلان الحكم، يا استاذ قال ما وكيل النيابه مش موجود، اثبت لي في محضر الجلسه. خلاص قانون مش في كلام. ده شايفين الامر شكل، لا الموضوع مش سهل، الموضوع صعب جدا بس من اسهل ما ياكل. من اسهل ما ياكل ليه؟ انت ذكاء فاهم تشكيل الدايره، فاهم الدايره ناقصه ولا كامله. اه في وكيل نيابه مختص لازم القانون قال كده، قال لازم يبقى يمثل عضو النيابه في جلسه الجنح، مش كلام. زي التجديد، عارفين التجديد يعني ايه؟ تجديد امر الحبس، يعني الحبس الاحتياطي، حبس الاحتياطي ده الحبس الاحتياطي اللي هو ايه؟ ها؟ حبس الاحتياطي قول يا استاذ ما تعلي صوتك. لا لا مش انا مش اقصدش كده، لا 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 انا ما اقصدش كده، ما اقصدش. طب ماشي قول يا استاذ حبس الاحتياطي. ايوه اتفضل قوم 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 يا استاذ انت. برافو عليك. الحبس الاحتياطي اجراء من اجراءات الدعوه الجنائيه، شانه شان اي اجراء، اذا انتفت علته فلا مبرر لوجوده. وده الحبس الاحتياطي عشان خطير، فالمشرع قال ايه؟ ويتعلق بشخصيه، في يعني ايه؟ تعدى على شخصيه الانسان، فقال لك نعمل ايه؟ ندي النيابه 4 ايام بس، لانه ده اجراء خطير وهو مش حكم وهو اجراء، يبقى ندي النيابه 4 ايام بس، وبعد كده نعرض الامر على محكمه الجنح للنظر في امر حبس المتهم، عما اذا كان للمحكمه ان تخلي سبيل المتهم او تتحفظ عنه. ده الاجراء. طيب دخلنا في حته ثانيه، الاجراء بقى هقول لحضرتك، هقول لحضرتك هنا القاضي الجزئي عشان خطوره الحبس برضو، عشان يعني المشرع حريص على الانسان، لان احنا بشر، فلما يكون تعدي على حرمه السكن او الانسان، فالمشرع قال لك لا نديها في اضيق نطاق، ندي القاضي الجزئي النيابه 4 ايام. طب القاضي الجزئي ده هنطلق يده كده يحبس زي ما هو عايز؟ لا، ده احنا بنأيده، بنقول له انت القانون قال لك انت من حقك تمد حبس المتهم احتياطيا 45 يوم على ذمه التحقيق، اما
انك يتعرض المحكمه تتحفظ عليه تمد حبسه 15 يوم ويراعى التجديد في المعاد. يبقى من حق المحكمه ان تحبس 45 يوم اما على ثلاث فترات كل مده 15 يوم او انها تدي ال 45 يوم مره واحده. اول ما يتعرض بالنيابه ايه في محكمه تقرا والمحامي يترافع في الاخر قرارات المحكمه استمرار حبس المتهم 45 يوم على ذمه التحقيق ويراعى له التجديد في المعاد. يبقى خد ال 45 يوم مره واحده حقه. القانون بيقول له كده هو حر. طيب بعد ال 45 يوم خلص 45 يوم مين اللي هيمد حبسه؟